السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف مع بعض برنامج اسمه كده لايف. ده من أقوى برامج المونتاج المجانية الأوبن سورس اللي مش محتاج لك راك ولا حاجة خالص. طيب البرنامج ده بيشتغل ازاي؟ أول حاجة هقول له نيو وأبدأ أختار الحاجة اللي أنا عايز أشتغل عليها. يعني أنت عايز تشتغل على كام فريم في الثانية؟ وليكن مثلا 30 فريم في الثانية. السكاننج بتاعك تختار الحاجة اللي أنت عايزها. التراك كام تراك؟ يعني أنت هتحط كام فيديو مع بعض؟ ممكن تراك واحد تحطهم ورا بعض او تراكين. تختار انت عدد التراكات اللي انت تشتغل عليها. زي ما شفنا في تراكين وتراكين تانيين للصوت. تمام، اقول له اوكي. طيب بعد كده هاجي هنا واقول له اد كليب، وهتلاقي ان انت تضيف كلر، تضيف سلايد شو وهكذا. هبدا اختار مثلا وليكم مثلا فيلم دوت. اوكي، بدأ يدخل الفيلم. بيقول لي ممكن تعمل سويتش للكليب بروفايل HD 720 24 فريم في الثانية. طيب هبدأ اسحب بالشكل دوت. تمام، انا عايز ابدأ الفيلم من بعد كلمة عينيك ديت. تمام، عايز اعمل قطع هنا، فهاجي هنا واقول له انا عايز اعمل قط كليب، واعلم على الجزء الاولاني واقول له ديليت، وبعد كده هسحب دوت عشان تيجي من اول فيديو. دلوقتي عايز اخلي فيه قطع برضه هنا قط، وقطع هنا قط، والغي دوت الحاجات الزياده. وبالبكره مع كليب تقدر تعمل زوم زي ما انت عايز، اساس ان انت تشوف الفيديو من اول لاخره او تعمل زوم بالشكل ده. تقدر تسحب دوت وتخليه فوق بالشكل دوت. ده مست ان يبقى فيه اكتر من تراك. تقدر تضيف مؤثرات زي موضوع الانتقال. تبدأ تسحب وتختار بقى شكل الانتقال هيبقى عامل ازاي. تقدر تاني بالشكل دوت. واخد بالك من كيفية الانتقال؟ بدأ يبقى في تداخل بينهم. تمام، انت ممكن تيجي هنا وتروح متحكم مثلا في الصوت وتلغي الصوت اللي تحت ده مثلا، او تقفله خالص عشان ما يخرجش الاثنين مع بعض. تمام، ممكن تيجي هنا تقول له الغي الصوت، فالصوت ده ميبقاش موجود. تمام، ممكن تقطع هنا بحيث يبقى عندك الكليب ده والكليب دوت. ده تتحكم في الصوت فيه، وده تخلي الصوت زي ما هو زي ما انت عايز. ممكن تقول له اثبات اوديو وتفصل الصوت. ممكن تعمل اكسبورت للاوديو يبقى في ملف خارجي لوحده زي ما انت عايز. وفي مسائل خاصه بتعديل الكالر مثلا اهوت. تقدر تسحب النقطه ديت بحيث ان تخليها مثلا بالشكل دوت. يبدا في تغيير للكالر. كذا فانت تقدر تلعب زي ما انت عايز في الفيديوهات اللي موجوده. لو انت حابب تعمل رندر فانت تقدر تيجي هنا وتقول له رندر. رندر يعني تبدا تصدره كفيديو. لو انت عايز تسيف الشغل بتاعك عشان تكمل عليه بعد كده تقدر تقول له سيف. انما موضوع الرندره خلاص انت كده بتعمل اكسبورت وتختار المكان اللي انت هتسيف فيه. ممكن تقول له ام بي 4، ممكن تقول له عايز صور، عايز الصور. ممكن تختار فيديوز الفا، ممكن تختار التي في، ممكن تختار ان هو يتصدر كصوت بس دي امتدادات الصوت. ممكن تصدر كصور لو انت حابب مجموعة من الصور، تخش بقى الاعداد بتاعتها، تختار مثلا الفيديو وتقول له كلوز او رندر تو فايل، فيبدأ يعمل لك الرندر ديت. تمام، ممكن تقول له وقف. فهو برنامج لذيذ في عمل الفيديوهات، وفي شويه امكانيات كتير. احنا بس ايه بصينا بصه سريعه على الحاجات الاساسيه اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن تقول له انا عايز احول للايديت مود او لا. ممكن نشوف الكليب بنفسه اللي انت حاطه هنا. تمام، الكليب الاصلي قبل ما تشوف المؤثرات. ممكن هنا تيجي تشوف الاوتوماتيك اذا شغال معاك اوتوماتيك. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الفيديوهات الصوره صغيره كل بدايه كل فيديو، شكل كمية الصوت. ده طبعا بيفيدني بحيث نعرف الصوت هيبقى عالي ولا واطي.
ممكن تشوف الكومنتات، وانت ممكن تيجي هنا وتضيف كومنت عشان تبقى فاهم الفيديو ده بيتكلم على من ماركرز. هتيجي هنا وتقول له اد ماركر وتبدا تكتب الكومنت اللي انت عايزه، ده هيبقى ليك انت وانت شغال في العمل المنتج. هو برنامج جميل مجاني، فيه امكانيه كبيره جدا للتعديل.